كان برضو بيأتي بنغمات يعني جديدة على المستمع، فلاقت هذه النغمات استجابة واستحسان من الجمهور، خاصة لما كان بيقسم القسم: وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك. الشيخ لما كان ياجي في الفترة دي كان طبعا ايه ياجي وهموم البلد معاه، يعني ياجي كل مشاكل البلد كانت تعرض عليه في الفترة دي. الشيخ عبد الباسط كان في حتة فعل الخير، يعني انا كنت المس فيه الحتة دي، بس كان من الناس اللي يعني لا تعلم شماله ما انفقت يمينه. يعني كنت اعرف انه بيحضر ليالي، يعني مثلا القارئ ممكن ياخد الاف الجنيهات، هو ممكن يقرأ ليلة ما ياخدش فيها حاجة. قراء القرآن الكريم ما كانش ليهم نقابة ولا كان ليهم يعني جمعية تكفلهم، خاصة في بعض القراء مش مشهورين وما كانش في معاش ثابت ليهم. قال لي يا أبو العنين ما تيجي نعمل نقابة زينا زي المهن الأخرى، زي الأطباء وزي المهندسين وزي كذا وكذا كذا. قلت له زي بعض، وتكاتفنا وكلنا قلنا النقيب هو عبد الباسط بالإجماع. كان مدرسة مستقلة بذاتها يحتدى بها. ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. المدرسة البسطية بدأت يعني من زمان، كان الشيخ عبد الباسط عايش وكان في ناس بيقلدوه وهو عايش، فطبعا اول ما زادت الاعداد الناس دي اللي بيقلدوه عملنا مدرسه للشيخ عبد الباسط، هو عميد المدرسه. انه كان عبدا شكورا. الشيخ عبد الباسط كان لما بيقول جواب كان بينزل على طبقة القرار ويغير للجواب التاني اللي هيغيره، يعني هيدخل حجازة هيدخل جركة. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا وكيلا. حينما قرأ القرآن الكريم ناس كثيرة أسلمت على صوته، مجرد سماع صوته القرآن الكريم من الشيخ عبد الباسط أسلمت من فضل الله، لأن أنا طبعا سافرت بلاد كثيرة جدا، في البلاد العربية والبلاد الإسلامية والإفريقية والأوروبية وأمريكا، رحت 14 ولاية في أمريكا، حتى إني أنا سافرت جنوب أفريقيا ما حد دخلها جنوب أفريقيا لأبدا. كان أول قارئ للقرآن الكريم يدخل جنوب أفريقيا عام 1966. ماليزيا تحب القرآن ويحب تلاوة القرآن في البيت وفي المساجد، الناس يحبون القرآن من الشيخ عبد الباسط، لا يوجد أحد في العالم كصوته. يعني j'ai connu Abdul Basit Abdul Samad quand je suis rentrée en islam. Avant je ne le connaissais pas. Et je me suis convertie à la mosquée Al-Azhar
en Égypte. Et ça a été la première lecture du Coran que j'ai pu faire, c'est avec Abdul Basit Abdul Samad. Depuis, je crois que une fois qu'on a connu comme première lecture celle de Abdul Basit Abdul Samad, on a beaucoup de mal à passer à d'autres lectures. Abdul Basit is famous all over the world. He has taken the Quran to Pakistan, to London, to Malaysia, all over the world. He's famous all over the world. And I think he has inspired a lot of people to come into reciting the Quran the way it should be recited. توفى تقريبا يوم الاربعاء وما فوق يوم 30 تقريبا وشيعت الجنازة عقب صلاة الجمعة يوم 30 تقريبا 11. فطبعا انا على اتصال بيهم لكن ما حضرتش الجنازه، كنت على اتصال بيهم من الامارات يعني. وكان خبر اليم، وبعدين جابوا عنه في الاذاعه وجابوا عنه في الرواد وجابوا عنه في التلفزيون وصلوا عليه صلاه الغائب. يعني انا كنت في احدى المساجد في الامارات وفجاه لقيت الامام بتاع الامارات بيقول والله توفى عالم جليل وقارئ وصوت من السماء و و و, و فهنصلي عليه صلاه الغائب. فجاه انا كنت طبعا انا عارف انه توفى لكن هم كذا واحد فصلوا صلاة الغائب عليه وأنا في الإمارات.